دائما وابدا عبد الله يستلمني بالاسئله ويحب انه يطلع. انا الحين ابغى اسالك واطيح فيك اليوم من خاطري شوي. يعني احنا نتكلم عن المغامرات والشغف والحلو والترحال، واليوم بتكلم عن الدراجات الناريه. جربت عندي ليسن دراجه بعد، عشان كذا تقول اسالي يعني واثق من نفسك وايد يعني. بس ما عندي طلعات طويله نفس الطريقه اللي راح يكون بس في الفريج من مكان لمكان. بس هذا مزعج. ليش؟ في الفريج مزعج صراحة. ليش؟ إزعاج الصوت مزعج. ترى في درجات أنواع. ها بس كله يعني في درجات بالميوت وفي درجات مش ميوت. طبعًا. في. بنسأل هالشيء الحين إن شاء الله. تفضلي. عندك. أوكي تمام. أكيد مشاهدينا طبعًا نحن نتكلم اليوم عن شغف، طبعًا ضيفنا بيكون ويانا بتعرف عليه أكثر بالدراجة النارية وفي استكشاف العالم ومختلف ثقافاته، قادة حب المغامرة لزيارة العديد من المناطق حول العالم من الشرق إلى الغرب. بنعرف أكثر عن ضيفنا ومغامراتنا من خلال طبعا ان نحن نرحب في الاستديو باخونا حسن الشحي. مرحبا بك ابو مايد وحياك الله ويانا في مستر دبي، واكيد جوله استكشافيه وياك بدون دراجات. يا مرحبا وسهلا. حيا الله اخوي مايد حسن، يعني نرحب فيك في اكيد مستر دبي، ودائما احنا نتكلم عن الشغف والترحال. بدايه راح نتكلم عن الدراجات الناريه واكيد رحلاتك الطويله حتى للدول اوروبيه، يعني نقول من الامارات الى دول أوروبية، ولكن كيف بدأ هذا الشغف؟ كيف بديت في الدراجات النارية؟ طول بعمرك، البداية عندي كانت في 95، يعني أنا أخذت ليسن الدراجة من 95 وسوق من قبل، لكن 95 العمر ساعد أن الواحد يقدم على الرخصة، ومن هذيك الأيام وأنا على الدراجة الحمد لله. والهواية تتغير، يعني البداية كانت أني أبغي دراجة وبس وأبغى أسوق، بعدين لا دراجة ومثلا بنطلع في البلاد، بنطلع الرحلات، بنسوي من بدايتنا كانت في حتى بس في إمارة، في الإمارات عدة إمارات، طلعنا على عمان، كنا نسير مثلا، وطلعات عمان كانت يعني نرتب لها زمان في 6 شهور قبل، وبس بنسير عمان وبنرجع. والحمد لله الفترة الأخيرة أنواع الدراجات تغيرت، استوت الدراجات أكبر وريح، الإنترنت طبعا ساعد إن الواحد يشوف يستكشف يشوف الناس شو تسوي، والحمد لله. يعني آخر سفر لي كانت تقريبا طلعت من البيت من دبي لين سكوتلندا سواقة. أيوة دراجة. أي نعم. ما شاء الله. كم يوم تأخذ الرحلة؟ والله أنا أخذتها على مرحلتين، لأن إحنا ملتزمين شوية في الدوام وفي الإجازات. ما في سفينة، ما في كروز، ما في شيء. من دبي لين فرانكفورت بدون لا طيارة ولا سفينة ولا شيء، وبعدين من فرانكفورت على على اليوكي لازم ناخذ عباره، يعني عباره او النفق يعني، بس هذه. بس انت قاعد يوم تتكلم بهاي الطريقه وتقول يعني انت وصلتوا لهذه الدوله من دبي طلعتوا، يعني يمكن اكيد هناك يعني تقدر تقول في صعوبات واجهتكم. قبل أن ندخل في الصعوبات خلينا نتكلم اول شيء، طلعتوا اكيد في وقت حر ببرد، يعني كيف تأقلمتوا مع هذا الموضوع، مع ان احنا عارف درجات ما فيها مكيفات؟ يعني والله شوف، انت لازم تضحي في وقت من السفر، يا يعني انك تاخذ الحركه بدايه وبعدين الجو المناسب، لكن اذا طلعت في الشتاء عندنا هناك خلاص ثلوج في الشوارع مبندة، فانت لازم ترتب. يعني احنا اخذناها 3-4 أيام قلنا بنتحمل الحر، بعدين الأجواء بتتعدل إن شاء الله. يعني أبو حسن، يعني أنتوا تحطون خطة معينة قبل لا تطلعون، يعني متى بتوصلون دولة فلانية، متى بتوصلون مكان فلاني، تحطون جدول كامل فهذا؟ نعم نعم، نكون ملتزمين في جدول ونحاول كثر ما نقدر نمشي عليه، أساس أن نعرف متى البوينت البريك عندنا وين كذا. ساعات إذا في مثلا دراجة تحتاج لها مثلا سيرفس ولا كذا نخليها في البوينت عندنا، أساس أن نقدر نكمل ونقدر نسوي. يعني نحن يوم نسافر بطيارة أو حتى سيارة البلاد قريبة تقول في مفارقات طرق، في ممكن اشياء ممكن تسوي، لكن دراجه وما شاء الله هاي المسافه انتم عابرين القارات، يعني نقدر نقول بالدراجه، شو الصعوبات او التحديات اللي ممكن تواجهكم غير اختلاف المناخ والطقس؟ والله اللغه، النقاط الحدوديه البريه تكلم تختلف اختلاف كلي عن المطارات. يعني الناس اللي في البر اصلا مش متعودين يشوفون مثلا جوازات معينه، دوم يسألون أنتوا وين الشنغن مثلاً مالكم. اللغة، يعني في حدود تركيا الجماعة اللي كانوا موجودين ما في ولا كلمة إنجليزية، يعني صادف أنه سبحان الله، يعني أن واحد من المسافرين اللي موجودين لأنه عنده دراجة وشاف دراجات، فهو
يعني يا ويسولف وين جايين وين سايرين وترجم وسوى ورتبنا الامور الحمد لله. يعني احنا قاعدين نشوف بعض الصور يمكن ابو حسن في على الشاشه اللي هي الدراجات، وهاي يمكن في تركيا يمكن هاي الصوره اللي كانت زين. يعني هل انتم تطلعون تطلع روحك ولا تطلعون مجموعه معينه ومتعودين انتم دائما في السفر مع بعض؟ والله على حسب ساعة نطلع. انا مثلا كذا سفره سافرت روحي ان بس قبل بالشحن طبعا، يعني كنت اشحن لاوروبا وكنت اسافر روحي، بس السفره الاخيره هذه لا كنا 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 شباب ست انفار. نعم ست انفار. اي نعم. زين هل واجهتوا صعوبات في الدرب؟ مثلا دراجه اختربت، التاير السوابه، شيء ما شابه ذلك، كيف تصرفتوا اذا كان في شيء هذا؟ والله شوف دراجتي انا اختربت في العراق. في العراق. في العراق نعم. اوكي. كان باقي لنا على بغداد تقريبا مال 200 كيلو، دراجتي اختربت لكن تمشي، لكن طلع صوت والمشكله في العراق ما في قطع غيار، واحنا كنا مسافرين في العيد اجازه كل شيء مبند، فتشاورنا وصلنا بغداد مشينا امورنا لبغداد، حاولنا ان نرتب الدراجه باشياء يعني مثل قصدير والومنيوم ولف هذا على هذا من الامور هذه بالموجود يعني. وصادف اني والله كلمت واحد من الشباب قلت له والله عندي المشكله 1-2-3، هو في دبي وجزاه الله خير ابو محمد ربيعنا سافر جاب لي القطعه للعراق بالطياره، جاب لي القطعه وركبناها عند باب الفندق وثاني ليله رجع وكملنا الحمد لله يعني جزاه الله خير. يعني اذا مثلا يعني هل مثلا حاطين في بالكم ممكن في أسوأ الاحتمالات حد يفقد دراجته مثلا، لا الله لا قال يعني تعرف يعني مفاجات الطرق، في باك اب عندكم يعني في أسوأ الاحتمال شو السيناريو اللي تحطونه؟ انا عارف ان يوم تخاطط لاي شيء روح لأسوأ الاحتمال عشان تكون انت في السيف سايد ومرتاح. اكيد. شو الباك اب اللي ممكن يكون عندكم في رحله مثل هاي ما شاء الله طويله خارج البلاد؟ في صعوبات اكيد. والله شوفي اذا انت عندك دراجه يعني حطي بالك اذا وقفتي في اي مكان في دراجه اي حد عنده دراجه بيوقف لك. حلو. وهذه يعني من الاشياء الحلوه في مجال الدراجات، يعني انا عن نفسي اشوف حد واقف طرف الشارع حتى لو في الامارات اوقف له، اقول يمكن محتاج مساعده، يمكن في كذا في كذا. وايد ناس يجونا حتى على سيارات بس يجون يكلمونا يقولون لنا ترى نحن بعد عندنا ترى دراجات وعندنا كذا، خاصه يوم يشوفون ارقام دبي مثلا في اوروبا ويسالوننا كيف جيتوا. ترى هل سؤالك بسالك هل يوقفوكم الناس يقولون انتم جايين من دبي وصلتوا لهالدوله جايين بر يسالون دراجه ولا دراجه؟ وايد وايد. فزمان كنا نقول لهم شحن، من نقول لهم شحن يقولون اوكي، لكن في السفره الاخيره لا تغيرت الشغله انه وين من نقول لهم جاي سواقه على طول، لا يبي يعرف وين جيت اي دوله شو الحدود شو الصعوبات، لانه هو عنده دراجه وياس يفكر انه ياخذ اللفه هذه مثلا او انه يجي الامارات او انه يروح مثلا اي دوله ثانيه، يعني ف نستفيد منهم ويستفيدون منا يعني في نفس الوقت. جميل جدا. يعني شو اكثر انطباع ترك؟ انا اعتقد السفره الاخيره اللي هي فروم اي تو زد دراجات اكيد في انطباعات عندكم عن صعوبه السفر عن يعني جمال الدراجة في السفر، شو أكثر انطباع إيجابي وسلبي تكون عندكم من هاي السفرة؟ والله الإيجابي إن نحب نكررها بعد مرة، نحب نكرر التجربة بعد مرة لأن عيبتنا مع الصعوبات اللي واجهناها، ولكن في نهاية المطاف الواحد يرجع البيت ويوم يتذكر شو استوى شو ما استوى فالأمور تكون يعني ذكريات حلوة صراحة. يعني صحيح. الأشياء السلبية خلينا نقول التعب وارد في كل سفر، يعني واحد يركب اليوم طيارة 6-7 ساعات يتعب. الدراجة فيها تعب وفيها متعة، يعني في أي شغلة الناس اليوم تنقسم الطيارات عشان الباراشوت، فاحنا أنا أستغرب أقول له هذا شو اللي مخلنا ينقز من فوق، فهم يسرون نفس الشيء شو اللي مخلنك على دراجتك تصير مثلا دائما كل واحد مغامر له يعني مغامرة جميلة مع نفسه. بس احنا بغينا نتكلم عن الأجواء أكيد الحر والبرد وكيف كانت أكيد هاي الرحلة، ولكن بنأخذ هذا الفاصل نستأذنك أبو حسن. إذا مشاهدين الكرام احنا متواصلين معاكم من خلال برنامج مسا دبي وبعد الفاصل نواصل. الله أنا أوجه التحية ليوسف سوينا أجواء جميلة وكلمات حلوة يعني وتحفيزية. نرد مرة ثانية لمغامراتنا اليوم مع طبعا ضيفنا في الاستديو كاردونغا، يعني هي قمة جبلية في الهيمالايا. هذه تعتبر أعلى طريق جبلي في العالم، أو العالم. كانت قبل 5 سنوات، حاليا في قمة ثانية يقولون فتحوها، لكن بعدنا ما يعني ما عملنا سيرش عليها ونشوفها يعني، لكن هاي كانت الوصول بالدراجة لهذه القمة كيف كان مخطط له وكيف كان أكيد مو بدراجات عادية؟ والله هذه الرحلة كانت يعني صعوبات الرحلة هذه تختلف عن الرحلات الثانية لأن فيها ارتفاع عالي. صحيح. فكانت في تمارين بدنية
بدينا فيها يعني صعوبات التنفس والأمور هذه. والدراجات خذناهن من الهند يعني ما قدرنا نشحن دراجاتنا للهند ونسير، لأن أصلا طبيعة دراجاتنا تختلف شوية بعد كقطع غيار هناك شوية، المنطقة صعب أن نحصل عليها قطع غيار. دراجات خاصة تكون دراجات جبلية يعني؟ هذه دراجات صناعة هندية أصلا يسمونها رويال إنفيلد، صناعة هندية بريطانية، صناعة هندية، فمتوفرة قطع غيارها وكل شيء، فأجرناهن هناك يعني. أجرناهن وخذنا الرحلة، تقريبا خذت فينا الرحلة مال 10 أيام بس صعود. الصعود كان خلال 3 أيام تقريبا، وصلنا ل 18,000 قدم أعلى نقطة كانت ما شاء الله. وخبرونا أو في لوح هناك تقول أن لا تقضي أكثر من 30 دقيقة فوق لأن نقص الأكسجين والأمور هذه. فهذه كانت الصعوبات، وطبعا الشارع ما في شارع هناك كان، وهناك شوية دراجات ما حد يعبر للدراجات هناك في الهند يعني، شوي طبيعة سواقتهم شوي تختلف صحيح. وشاحنات والأمور هذه، فهذه كانت الصعوبات يعني. بس أحيد أن الهملايا تكون فيها سنو اللي هو الثلج، هل تواجهتوا هالشيء ولا لا؟ نعم سقنا، والله سقنا في الثلج والدراجات قامت تزلق. محتجتوا لعدة أكثر يعني عشان الدراجات هاي تمشي في الثلج يعني شوح الدراجة أو شيء يعني. والله تصرفنا استوت على حظنا نحن، واحنا واصلين اصلا كانت يعني كان الثلج يطيح علينا نفس الوقت يعني. حلو اي نعم، حسيتوا يعني بالاجواء الحلوه يعني. انا اقول دائما طلعات اللي احنا نطلعها دائما في السفر بالبر يعني، خاصه احنا نروح خاصه دول الخليجيه، فتشوف الاجواء وتشوف المناظر وتشوف الاشياء الجديده اللي موجوده، فالواحد يستمتع. فانتوا اكيد استمتعتوا من خلال طلعتكم، وخاصه الطلعه الاخيره اكيد بالدراجه، ويمكن مريتوا عدة دول بين الحرارة والبرودة يمكن قلنا. نعم. زين خبرني الحين، أنا أبغى أخذ الخطوات هاي شوية. طلعتوا من الإمارات أكيد من دبي حر. هي أول شيء لبس السيفتي مال الحر غير. أي خفيف ومثل شبك مفتوح. هذا طبعًا إحنا خذناه لين ما طلعنا من العراق. من العراق. هذا اللبس. طبعًا. طلعنا من العراق لا اللبس تبدل، السيفتي تبدل، القفازات تبدلت. فبدلنا الأمور هذه كلها طبعًا كلها معانا يعني إحنا ماخذينها. عاملين حسابها نحن. عاملين حسابها. شو هاي الدولة اللي بديتوا فيها بالبرودة؟ تركيا. 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 تركيا نعم. يعني بدينا على طول إحنا من الثلاثينات، من دخلنا تركيا ثاني يوم بدينا في 15 إلى 12. الأفرج مالنا كان 7-8 لما دخلنا، وصلنا لين -4 في النمسا. إيه على قمة من القمم -4 وثلج وصلنا. بس كان عبور يعني كان عبور للنقطة هذه وكملنا. واجهتوا أمطار وما شابه ذلك يعني اضطريتوا أنكم توقفون أو تأخرون الرحلة؟ والله يعني تتكلم عن 13 ليلة يعني أنتوا ما استرحتوا يعني ما تميتوا في الدول أكثر يعني أنتوا يعني يلا توصلون تركيا تطلعون تروحون للدولة اللي عقبها. هو صحيح والله شوي إحنا ملتزمين في الإجازات فالوقت كان ضيق علينا. إحنا قطعنا 7000 كيلو في الرحلة هذه في 13 ليلة، يعني الأفرج مالنا 500 كيلو في اليوم، والمبيت ليلة واحدة في كل منطقة. وإذا يوم قصرنا من 500 ثاني يوم لازم نعوضها أساس أن نقدر نوصل للمنطقة، أساس حتى نلحق على تذاكر السفر اللي حاجزينها حق الرد يعني. زين داخليا وبو حسن بسرعة شوية، داخليا وين رحتوا يعني؟ هل رحتوا جبل جيس، جبل حفيت، هل طلعتوا أنتوا جماعة؟ هذا في الشتاء في كل ويكند كل يعني ويكند. هاللفات هاي ناخذها بجبل جيس على على حتى على دبة، خرفكان، كلبة، حويلات، حتى وإحنا رادين هذا ناخذ نحن في 4 ساعات تقريبا. قبل أن نشجع يا يوسف عقب النمسا دخلتوا على ألمانيا صح؟ نعم. وكانت هني الرحلة الانتقال بالعبارة. هي من ألمانيا لا ألمانيا بعدين نروح على بلجيكا وفرنسا أساس بعدين عبرنا على اليوكي. والله إحنا استمتعنا بهاي الرحلة وياك أخوي، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والله يحفظكم من مخاطر الطرق وين ما كان. جزاك الله خير. يعطيك الصحة والعافية أخوي مايد، وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج مسد بي. يعطيك الصحة والعافية.